الشحانية سالم بن فاران. وهذه وصيفة الشوط الرئيسي في السباق المحلي الماضي. هذه منصور اللي على المركز الثالث، أخذت المركز الثاني في السباق المحلي الماضي الأول. عودتنا إلى المقدمة خلاص، واجب 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 واجب، تضرب بيد من حديد على ناموس الشوط الأول الرئيسي. ولكن الواعية يسلم الشبل والذهبي، الشبل والذهبي في شوط رئيسي. الواعية الواعية منصورة منصورة، ولكن الله الخبرة، المخضرم المخضرم بخبرته ودرايته يختطف الشوط الرئيسي مع الواعية. تهانينا وناموس لجنة الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المركز الثاني. وانتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي حاضرا ومنطلقا مع هذه المؤسسة العملاقة، مؤسسة هجن الشحانية. هذه المؤسسة التي تعتبر في هذا العالم الساحر أيضا مؤسسة داعمة كالشحانية والعاصفة. الله، أحد المؤسسات الثلاث القوية. هذا هو ملبي يحضر مع هذا الشوط ويتابع ملبي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، أحد الخبراء والعمالقة في هذا العالم الساحر. الله، يا ما حقق وحقق الرموز والكوس راشد بن بخيت بن علي بن مقارح، يحقق شوطنا الرئيسي في صباح هذا اليوم مع ملبي بشعار هجن الرئاسة. تهانينا والناموس. المركز الثاني كرار لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم الثاني. المركز الثالث جابر بن فاران المري. شوف اللي وصلت لهذه اللحظات، الحذرة 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 من تتواجد، وحذاري من انطلاقاتها من تتواجد على المركز الثالث لهجن الشحانية وتضميرها مع سالم بن جابر بن فاران، وهنا مع جابر بن سالم بن فاران المري. نعم، مع الشبل في التضمير، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. الصدارة مع مشهورة، مشهورة مع المركز الأول، مشهورة هي الأقرب للناموس. ولكن هنا شوف التقدم، الله يا سلام، المركز الأول مع مشهورة، مع مشهورة مشهورة مشهورة، ولكن الدخيلة هنا الحذرة الحذرة ومشهورة مشهورة والحذرة. ولكن مشهورة مشاهدين الكرام هي صاحبة الناموس. تهانينا لهجن الشحانية المركز الثاني. وصلت الحذرة لهجن الشحانية المركز الثالث، وصلت الذخيرة لهجن الشحانية المركز الرابع. لحظات يقدم مستحيل مع ثالث المراكز، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله، سفرجل سفرجل على البداية على الصدارة، ولكن الأمور في خطر. هنا غشام قادم، وأيضا هناك مستحيل ثلاثية انطلاق التحدي الأخير خط النهاية. هنا يرحب بهذه الأسماء، ولكن الله، غشام على البداية على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الله المشاغب، هنا مع غشام على البداية والصدارة. هناك مستحيل قادم لهجن الرئاسة، هناك راشد بن بخيت بن علي بن مقارح مع اللحظات الأخيرة، ولكن غشام يظهر بناموس هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية للمشاغب محمد وخالد العطية. ثاني المراكز وصل مستحيل لهجن الرئاسة، وثالث المراكز الشحانية، ومع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إذا أمور هذا الشوط ما زالت برفقة مودة، مودة مع الصدارة، مودة مع المقدمة، مودة مع الناموس، مع التتويج ومع الانطلاق الأول. ولكن يا سلام، وصلت بريل، وكذلك أوتار مودة وبريل، ثلاثة
ثلاثي جميل مثلث الناموس أوتار أوتار في الأمتار الأخيرة بدأت تتسلل وتنطلق على المركز الثاني لتغير مجريات الشوط. الله ما زالت الأمور متشذة مع هذه اللحظات، ولكن أوتار هي صاحبة الكلمة وصاحبة القرار النهائي. التالي والتبريكات لهجنة الشحانية والثالثة البفران المري المركز. نعود إلى المركز الأول. يا سلام يا وذنان، وذنان على الصدارة، ولكن شباب والمعركة شبت في هذا التحدي. نتابع شباب على ثاني المراكز، والقادم فجاج، لهجنة الشحانية، وهنا أيضا مزحل، ولكن الله يا وذنان، غادر في هذه اللحظة، أعلن الانطلاق والتحدي مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجنة الشحانية على فوز وذنا بالمركز الأول، والتهاني إلى المضمر الحوت المشاغب محمد بن خالد العطية من قدم وذنان إلى خط النهاية، معلن الناموس والفوز. تهانينا وألف مبروك لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك لحظات الوصول. هنا وذنان على أول المراكز، المركز الثاني شباب لهجنة الشحانية، المركز الثالث وصل مزعل لهجن الشحانية، المركز الرابع فجاج لهجن. هذه سيدة تنطلق على المركز الأول. يا سلام، وصلت الجوزة، ولكن سيدة ما زالت على المركز الأول، على صدارة الشوط، على ما يبدو بأنها النقطة الثانية لهجن الرئاسة، على الهواء مباشرة في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم السعيد للفائزين. إذن هجن الرئاسة خطفت أول أشواط الثنايا مع ملبي، وهذا الشوط مع سيدة بقيادة المضمر القدير راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الثاني انطلقت منصب من هجن الشحانية، ولكن سيدة حسمت الموقف، هجن الرئاسة تخطف هذا الشوط للمرة الثانية في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولعاصمة الميادين وللمضمر راشد بن بخيت بن مقارح. المركز الفارس فارس الميدان يقوده سالم بن فاران، هذا هو الفارس بشعار هجن الشحانية، يغير من مركز إلى مركز. افترس الناموس، انطلق مع هذا المضمر الكبير، هذا هو الفارس، الفارس شعار هجن الشحانية، يحلق بالناموس، يضيف نقطة أخرى لهذا الشعار، هذا هو الفارس. ويقود الفارس سالم بن فاران المري. يا سلام وصل انك العطية، على المركز الثاني، ولكن الفارس يفوز معنا بهذا الشوط مع شعار هجن الشحانية. تهانينا لسالم بن فاران المري من قاد الفارس بكل ثقة الى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، اعطوني المركز. تلحون الناموس. الله، الوضع خطير للغاية. أرى هنا القدوم والوصول، هنا مشاهدين الكرام، أول الواصلات، هذه غزة، وكذلك أيضا تصل في أول نداء لها حكمة، أيضا تصل على المركز الثاني، ولكن نعود مع لحون مع المركز الأول. الله،
الله يا لحون. تهانينا مشاهدين الكرام لهجن الشحانية على فوز لحون وتحقيقها بالمركز الأول ولحنها الجميل وعزفها الجميل لهذا الناموس. سلامنا وتحياتنا لهجن الشحانية. التهنئة موصولة مشاهدين الأفاضل لمضمر لحون سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قادها إلى هذا الناموس وإلى هذا الفوز. المركز الثاني وصلت مصيحة لهجن الشحانية. المركز الثالث وصلت حكمة لهجن الشحانية. المركز وصل المشاغب محمد بن خالد العطية هنا قادم مع صنديد. صنديد هنا قادم في هذه اللحظات ثنائية محلل وصنديد مع اللحظات الأخيرة. ولكن محلل إلى هذه اللحظات وصنديد في المحاولة. الله 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 منافسة ثنائية. انطلاق ثنائي هنا ما بين صنديد ما بين محلل. الله محلل صنديد ولكن محلل سعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني. الله بن لزيوح حمد لزيوح المري هنا مع البداية مع الصدارة. ولكن الله الله صنديد هنا قادم خط النهاية هنا مع صنديد. وأيضا هناك محلل أيضا محلل مع الناموس. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني. الثاني لحمد لزيوح المري ثاني المراكز. وصل ومور هذا الشوط ما زالت مرافقة لانطلاقة أول المراكز. وتواجد جمرة على المركز الأول. جمرة ما زالت هي المسيطرة ومحكمة الغضة على ناموس هذا الشوط. وصلت الأسماء وصل شعار هجن الشحانية مع انطلاقة المراكز لهذه اللحظات. تقدم ود وكذلك تقدم هداجة وتواجد أيضا عولمة بنفس الشعار باختلاف المضمرين المشاقب والشبل والعملاق والذهبي في حوار جميل منتوجه الناموس. هذه هي المنطلقة على أول المراكز اللي هي جمرة هي من فازت معنا في مجريات هذا الشوط. التهاني التبريكات لهجن الشحانية والتهاني المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثاني وصلت هداج لهجن الشحانية. المركز الثالث المراكز وهنا النواعس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب المري يتابعها. ولكن يا سلام الله يا غارة شنت الغارة في هذه اللحظات وعصاها قوس والركض تلقائي حتى هذه اللحظة مع غارة ومع شعار هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فران المري. يقدم لنا غارة في انطلاقتها في هذا الشوط. هنا غارة تنطلق في هذا التحدي تنطلق مع خط النهاية. وهذه غارة مشاهدي الأعزاء الهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران المري بدون أي أوامر والعصا قوس. تهانينا والناموس لجماهير ومحبين هذا الشعار شعار هجن الشحانية على فوز غارة بالمركز الأول. والتهاني إلى المضم سالم بن فران المري. بينما المركز الثاني اسباير لهجن الشحانية. المركز الثالث خامس الرقم 6 وهي الهوى على المركز الخامس في هذه اللحظة. ولكن عودة إلى المركز الأول بدون أوامر يقودها شبل المضمرين يقود المركز الأول. يقود مزون العبية ومزون مرسولة تدخلت انطلقت الهوى تحركت سباير اللحظات الأخيرة. لكن المركز الأول عصاها بالإبطان حتى هذه اللحظة بدون أي أوامر تعليمات. الله ما فيه إجهاز ما فيه
الله، تهانينا لمزوني ومالك مزون مؤسسة هجن الشحانية، فوز مزون بالمركز الأول، تهنئة للشبل جابر بن سالم بن فاران المري.